كنشربوا هذا كينزل المستوى ديال الشحوم في الدم. يراجع الطبيب باش يناقش معاه واش ممكن ينقص مثلا من جرعات الانسولين، من جرعات الانسولين ولا الا كان ياخذ اقراص ممكن الطبيب يزولهم ليه الا كان السكر ديالو مضبوط وجيد. كيكثر من الاستهلاك ديال اليقطين كيتعطل عنده الشيب. هذه مستملحه عجيبة. لا يمكن تخلي الامساك، لا يمكن يكون امساك الا شربوا الناس جوج الكيسان كبار. وفيه انزيمات بالنسبه للكلوتازاج، فيه ماء بكثره وغني بالماء والاملاح المعدنيه، وفيه الياف خشبيه. هادو هما الدواء ديال السم. في هذه الحلقة اخترنا الحديث عن اليقطين أو القرع أو القرعة السلوية كما نقولها. نعم. بالدارجة العامية المغربية. وذكره الله تعالى في محكم كتابه بقوله: وأنبثنا عليه شجرة من يقطين، سورة الصافات الآية 146. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالقرع فإنه يزيد في العقل والدماغ. دكتور محمد الفايد، ذكر اليقطين أو القرع السلاوي في القرآن الكريم، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يظهر لنا جليا مدى قيمة هذه الخضرة، وما من شيء ذكره الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إلا وله منافع. فوضح لنا ذلك، كيف نستفيد من خضرة اليقطين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليقطين هو نسميه باللغة العامية المغربية القرع السلوية، ومعروف بالفرنسية لكاليباس، باش الناس، لأن كاين هناك اشتباه في الأسامي ديال الخضار. ثم اليقطين باللغة العربية، هناك من سيقول بأنه هو القرعيات، هو نعم نوع من القرعيات ولكن ليس القرعيات الأخرى الصفراء ولا الحمراء ولا لماذا؟ لأن سنرى أن الأهمية ديال الأوراق وديال النبات اكثر من الاهميه ديال الثمار ديالها اللي هو اللي كناكلو حنا القرعه السلويه هذه ديال اليقطين، لان يجب ان نكثر من الاكل ديالها. وسبحان الله سبحانه وتعالى له شؤون في خلقه، كاينه خضره واحده التي يجب ان تستهلك في الصباح وفي في وسط النهار وفي المساء، ويجب ان تستهلك كل الوقت وان تستهلك طازجه. ممكن تطحن وتشرب طازجه، لان كنلاحظوا على انها كتكحل تسود، فهي غنيه بالانزيمات اولا، فيها البيروكسيداز وفيها الكاتالاز، غنية بالأنزيمات، أنها فيها البوليفينولات، هادو اللي هي كتكحل، فيها بوليفينولات قوية، وكنعرفوا أن في فصل الصيف الجسم محتاج الفيتامينات والبوليفينولات، لأنهم هما اللي كيحيدوا ذاك الستريس ديال الشمس ديال الحرارة. بعض الحيوانات بحال الدجاج بحال البقر الآلي، هذوك مربين الحيوانات كيعطيوه فيتامينات على هذا الستريس ديال الحرارة. هذا كتبرد الجسم، هي مدرة للبول، ديوريتيك هذه. ثم أن هذه الألياف الخشبية اللي كاينين في اليقطين لا يمكن تخلي الإمساك، لا يمكن يكون إمساك إلا شربوا الناس جوج الكيسان كبار ديال هذا اليقطين مطحون ديال القرعة السلوية. نعم مطحون، لا يمكن يبقى اسم إمساك، وبالعكس هي اللي كتبرد فصل الصيف عوض الخضر الأخرى. عجيب. كتعطل هذه اليقطين اللي كيكثر من الاستهلاك ديال اليقطين كيتعطل عنده الشيب. هذه مستملحه. نعم هذه مستملحه، لما لا نزينوا بها. الناس اللي كيخافوا من الشيب يتناولوا القرعه. نعم، لانه ما كيستعملوها الايورفيدا، هذو الهنود. نعم. كيستعملوا العصير ديالها طازج باش تعطل هذاك الشعر الرمادي، هما كيقولوا الرمادي، حنا القراي حنا كنقولوا الشيب. هذا غير النساء يقطعوا واحد الطريف، بحال الاطفال الصغار كيكون عندهم مشكل ديال البعوض. نعم. يقطعوا طريف ديال القرعه السوليه، حكوا على هذيك البلاصه، تحك على هذاك المنطقه صافي، كتحيد الحساسيه المحليه، ما كيبقاش الطفل يحك. في الليل، في الليل ممكن السيده تقطع واحد الطريف ديال اليقطين وتحطه عند راس الرضيع باش هذيك البعوض ما يجيش. واللي عندهم لاكني، الاشخاص اللي كيشوفوا من ذاك اللي كنسميوه حب الشباب، بعض المرات كيكون حب الشباب تقيح، كيبقاو البنات في الوجه ديالهم شويه كيتعقدوا منه لان كيخسر شويه البشره، كيشربوا بعدا هذيك، يحبسوا اللحوم والسكر، ما ياكلوش لحوم وسكر، ويشربوا هذا العصير ديال اليقطين ويدهنوا به،
الناس اللي كيتشكاو مثلا من الكوليسترول، من شحوم في الدم، اللي عنده شحوم في الدم، اللي عندهم دهون على الخصوص عموما، اللي عندهم شي ترتبط بالدهون، الا بقاو يشربوا هذا اليقطين مطحون، على واخا تكون طيب على شكل شوربه، واخا يسلق ويتطحن في الماء ديالو جيد شربوا، هذا كينزل المستوى ديال الشحوم في الدم. ف الاستفاده من هاد اليقطين ما ياخذوش الناس صغير بزاف حيت كيكون شويه يكون مر وما ياخذوش كبير بزاف، وهو على اليقطين ما كيشرفش عليه كيف ما كان الحال يعني كيوصل واحد، ولكن لا ما كيشرفش، ولكن ملي كيخرج على الموسم ديالو ما كيبقاش يطيب سبحان الله، يعني كيتعور لا كيتعور، ما كتبقاش القرع السلويه مزيانه، واحد الجهه كتضرب، وكاين عنده لون ابيض وكاين لون اخضر. ياخذوا اللون الابيض بالنسبه للاطفال. نعم بالنسبه للاطفال حين قلت بان ممكن تطحن وتضاف لها فاكهه او نضيفوا لها اي فاكهه، لا يمكن الاطفال كيبغيو العصير يكون حلو، ممكن نضيفوا ليه العسل. هذا العام هذا غدا تكون مع الهنديه، غدا تكون معها هي دائما مع الهنديه، لو كانوا الناس اخذوا هذه اليقطين مع الهنديه لا اظن يكون ولا حتى عصير عجيب يحلوا حتى بالعنب، غير هو المشكل الفواكه كتكون مرشوشه. دابا اليقطين الان ما محتاجش للرشان المبيدات بالنسبه للفلاحه والمنتجين، كاين بس يعني لا يمكن ان تقرب له حشره ولا يمكن ان يطرح. اليقطين هو قاتل للحشره، ممكن يعني الان الاستهلاك ديالو الناس اللي مصابين بالسرطان واللي كيتابعوا بعد العلاجات، اللي خاصهم ياكلوا خضر عضويه، خضر طبيعيه ما فيهاش المبيدات، هذا من جهه. من جهه اخرى ان هاد الخضر القرعيات عموما واليقطين اكثر من القرعيات في خفض الوزن، النساء ينتهزوا هاد الفرصه فاش يبداو هاد نمط العيش، فيه ما فيش كالوريات، اليقطين ما فيش كالوريات، في الفيتوستروجينات والفلافونويدات هادو البوليفينولات، وفيه انزيمات بالنسبه للكلوتازر، فيه ماء بكثره وغني بالماء والاملاح المعدنيه، وفي الياف خشبيه، هادو هما الدواء ديال السمنه. البذور سالتي عن البذور ديال اليقطين، هي البذور ديال اليقطين عندها نفس الخصائص ديال البذور القرعيات، فيها السيلينيوم وفيها حمض الاوميغا 3 وفيها الياف خشبيه، غير هما الناس من اللي يبغيو ياكلوا البذور القرعيات يطحنوهم بالغلافه ديالهم. نعم لان بعض الدراسات اكدت انها يعني بذور اليقطين بصفه عامه تخفض نسبه السكر في الدم، هل هذا صحيح؟ ماشي تخفض نسبه، تساعد على تخفيض السكر باش الناس ما يتهوروش. نسبه لماذا؟ لما يكون الماده فيها حمض الاوميغا 3 اللي كيكون حمض الاوميغا 3 طب جميع الاشياء اللي فيها حمض الاوميغا 3 هذه كتخلي السكر يتضبط بالادويه، حيت كاين اللي كاين مشكل اللي واقع في السكر، كاين اللي كياخذ انسولين وعنده 3 يبقى الانسولين ما كنهضروش على العلاج، ما كنهضروش على، يبقى ياخذ الدواء ديالو، غير يزيد شي حاجه مع الانسولين باش السكر ديالو يتسوى الواحد هذا هو يعني خاص الناس يفهموا الامور كيفاش كتمشي. اما انه كون واحد الحاجه كتساعد على تخفيض السكر يمشي يقطع الدواء ياخذها، هذا خطا، هذا تهور، لا هذا تهور تهور. الى من بعد السكر ديالو بقى في ذيك يعني التركيز واحد بدون اي مشكل، يراجع الطبيب باش يناقش معاه واش ممكن ينقص مثلا من جرعات الانسولين، من جرعات الانسولين ولا لا كان ياخذ اقراص، ممكن الطبيب يزولهم ليه الا كان السكر ديالو مضبوط وجيد، ولكن على شرط يبقى على نمط العيش اللي كان داروا في هذه الحاله اللي ساعدوا على ضبط السكر.